هلا حيل يا هلا والله. هذا بصوت يا هلا والله. ما شاء الله تبارك الله. عبد الرحمن هلا والله، حياك الله، كيف حالك؟ اهلا ومرحبا، حياك، شلونك؟ طيب اهلا ومرحبا، نورتني يا بعد قلبي. ايش اخبارك؟ طيب الله يسعد ايامك يا بعد قلبي. تبارك اسمك. طيب اهلا وسهلا، حياك الله احمد الشهري. هلا والله، حياك، يا هلا، ما شاء الله، خذنا قبل الاتصال الان، ما شاء الله على الهواء. نورتنا، تفضل. الله يعافيك. الله يعافيك، يا هلا ومرحبا، ما شاء الله، زين بعد اتصال وبعدها على طول هواء. نورتنا والله، الله ينور ايامك بنور. الله يسعدك، ايش اخبارك؟ الحمد لله. كيف اموركم انتم؟ يا هلا ومرحبا، طيبين؟ عسى عجبك المكان اول شيء. اكيد المكان منور فيك مول. الله يسعدك، الله يسلمك. يا حبلالك بس. مهندس عبد الرحمن الشهري، ما شاء الله، مؤسس فريق فوستو تويتسو التقني. اسمه صعب والله. الاسم هو خلها تويتسو عشان ما تنسى الاسم. تويتسو لانه طبعا بدا في تويتر، فصار الاسم تويت من تويتر وسواد، ما شاء الله، رمز السؤال يعني. يا سلام. طبعا هذه فقرات فولو فولو، نبدا الفقره ونرجع لكم ان شاء الله. يلا انترو. حنا اخويا واحلى لقا، على المحبة والصفاء، نمشي على درب اللقاء ونعيش دايم في ارتقاء. بسم الله. طبعا نبدا فقرتنا، انتم ادرى طبعا بالوضع عندكم هنا، ما شاء الله، دعوة حبية وشبابية بحكم المواضيع كلها يعني جاية بسهولة وعفوية. ان شاء الله في فقرة فولو احنا الهدف انه نطرح موضوع تقني يعني ممكن يعني يفيد البعض، ممكن جديد على البعض، وبنفس الوقت نستقبل أسئلة. يعني اليوم ممكن نتكلم عن موضوع مهم كثير للناس. بداية طبعا بعرفكم على تويتسو. تويتسو الكثير طبعا يغلط في الاسم، بس احنا بدينا في تويتر تقريبا من عام 2012. احنا تقريبا وصلنا 50 عضو شباب وبنات من اكثر من دولة عربية. ما شاء الله. طبعا بدايه الفريق كانت بادين من تويتر، يعني كنت انا اجاوب على الناس في تويتر وكملنا، يعني جو ناس ودخلوا معي في الفريق، وصلنا الحمد لله للعدد هذا. نقدم انشطه يعني نسترجع حسابات مهكره، الحسابات الموقوفه، وبنفس الوقت ننشر الوعي التقني. زي ما انتم عارفين حاليا العالم كلها يعني ما في احد ما يستخدم التقنيه، سواء كبار صغار. فهذه نبذه يعني عن الفريق. يعني احنا هدفنا طبعا في تويتسو ان نخدم المجتمع، يعني احنا فريق تطوعي. ان شاء الله اليوم مع بعض نتكلم عن الموضوع ونشوف انتم بعد ايش انطباعاتكم عن الموضوع هذا. جميل. الصور ممكن للبعض هاجس، يعني الصور بتمدد طبعا، ما احنا نتكلم بس عن الصور بذاتها، بس استخدامات الصور. انتم عارفين مثلا الحين ممكن نشوف مثلا تغريده او نشوف مثلا رساله واتساب، كيف اعرف انه فعلا هذه الرساله والله فلان قالها ولا علان؟ مثلا يزيد كتب رساله، كيف اعرف انه فعلا يزيد هو اللي كتبها؟ او مثلا تغريده، انا ممكن مثلا في بعض المواقع والبرامج اكتب فيها اي شيء ابغاه. يعني مثلا انا مثلا ابغى يعني نقول مثلا فلان من الناس يزيد مثلا كتب تغريده مثلا مسيئه. ادخل انا على هذه المواقع والبرامج اكتب، الناس تشوف الصوره، انت في الاخير بتشوف صوره التغريده. طيب هل يزيد اللي كتبها؟ لا. طيب من اللي كتبها؟ هل انا اصدق اي شيء اشوفه في الصور؟ هذه الفكره، يعني هل اصدق اي شيء اشوفه في الصور؟ لا. حتى رسائل الواتساب، يعني الحين توصلنا مثلا رسائل مثلا واتساب صور طبعا، صح. مو بالضروره سواء تغريدات، صور، رسائل واتساب، فيسبوك، اي شيء، هل انا اقدر اجزم 100% انه فعلا هذه حقيقيه ولا لا؟ لا. السبب لانه في زي ما قلت لكم برامج، ففي ناس مهم دارين، يعني تلقى مثلا يشوف صوره تغريده، اوه فلان قال كذا. طيب انت تحقق اصلا من الموضوع، يعني لو شفت انا مثلا تغريده لاي شخص من الناس، كيف اعرف انه فعلا الشخص هذا قالها ولا؟ يعني في طريقه اقدر مثلا انسخ مثلا جزء من التغريده وعلى طول في البحث مثلا بدايتها مثلا ذكرت مصادر ما ادري وشو، واكتب حساب الشخص، مثلا حسابي مثلا اي دحمي، مثلا اكتب انا اي دحمي اللي هو اليوزر نيم حق التويتر في البحث، واحط جزء من الكلمات اللي موجوده في الصوره هذه اللي انا شفتها عن الشخص الفلاني، او اكتب مثلا فروم بالانجليزي نقطتين حساب الشخص وجزء من التغريده اللي هو كتبها او اللي هي موجوده في الصوره. لو كانت فعلا موجوده في حسابه راح تطلع لي، اذا مين موجوده احتمال يكون حذفها، بس يعني في اشياء ممكن تكون لحظيه واقدر ابحث عنها وقتها. فهذه من الطرق اللي ممكن احنا نتلافى الخطوره اللي موجوده في الصور.
في ناس مثلا يتوقع السناب شات مثلا آمن مثلا أرسل فيه صور سواء بالخاص أو أنتوا سمعتوا كلام كثير في الآونة الأخيرة بعد تحديثات سناب شات أنه هل فعلا تحفظ سنابات أي واحد مثلا يقدر يوصل سنابات خصوصا ممكن سنابات فيها خصوصية مثلا بنات أو شيء فعليا في برامج يمكن منها كاسبر مثلا أو برامج ثانية أقدر أحفظ أنا السنابات بدون ما يدري الشخص توصلني أحيانا رسائل بالخاص خاصة يعني بعضهم يجي مثلا يرسل يحدد الكل ويرسل الكل هو على باله أنه مثلا محدد مجموعة معينة فهذه ممكن يعني الواحد يغفل عنها وهي خطيرة فعلا أنتم ممكن تعطونا تجارب إذا عندكم مثلا بالصور مرت فيكم مثلا يعني كانت أصلا صورة تغريدة قصدك يعني تغريدة أو أي شيء مثلا له علاقة بالصور زي مثلا سناب شات مو بوكيمون مثلا بوكيمون جو من الأشياء اللي طلعت عنها أنها تصور أماكن حساسة وكذا يمكن أنت سمعتوا الكلام قبل طبعا مو بالضرورة أنه أساس الكاميرا تشتغل خلاص أنه والله أنا جالس إيه أنا جالس أتجسس لا هو مجرد تشتغل الكاميرا أكيد الطرف الثاني يقدر يعني يأخذ الصور لكن هل هي فعليا كذا أنا بإمكاني مثلا بوكيمون جو طبعا هي ليش أصلا تشغل الكاميرا في بعض الألعاب مثلا أو البرامج تعتمد على الكاميرا عشان تحدد الموقع يعني حتى تعرف الموقع تشغل الكاميرا حتى ممكن يعني في برامج مثلا مطاعم في برنامج في نوكيا اسمه هير مثلا تجي زي كذا بالبرنامج تشغل الكاميرا تلف كذا يعطيك مثلا كل المطاعم الموجودة في المنطقة هذه اللي قدامك فهو يعتمد على الجي بي اس حلو هذه فكرة بوكيمون نفس الشيء لما انت تشغل الكاميرا اي بالضبط فممكن انت تغطي الكاميرا حتى وانت تلعب بوكيمون يعني ما عاد وخلاص يعني هي الكاميرا مغطاه يعني بس تطلع لك شاشه سوداء تطلع لك شاشه سوداء بس في الاخير تقدر تلعب يعني بيطلع لك بعدها البوكيمون هذا اي عادي يمديك تلعب هو مجرد انه هو يحدد الموقع يعني هو يستخدم الكاميرا لانه الصور زي ما انتم عارفين حتى في العمليات مثلا ضد التنظيمات الارهابيه يحددون مواقع الاشخاص من الصوره يعني إذا هو مفعل الجي بي اس في الجهاز كل الأجهزة فيها الجي بي اس في معلومات ما تظهر في الصورة يكون منها من ضمنها معلومات الموقع فهو يقدر يحدد إحداثيات الموقع من الصورة وصارت حتى مع قادة يعني مثلا داعش جابوهم من خلال موقع الصورة أي صورة هو مصورها فهذه من المعلومات اللي تتخزن في نفس الصورة ما تكون طالعة للأشخاص برأيك وش البرامج مثلا الآن تويتر انستغرام الفيسبوك سناب وش الأفضل حماية بين البرامج هذه وأقواها هو يعتمد شوف على مستوى المستخدمين يعني لو جيت أكثر اختراقات وين تصير ممكن انستغرام بالضبط السبب ممكن من الشركة مو ترى من الناس ليش الشركة عندهم نظام إذا مثلا أي حساب أقدر أنا لو عرفت الإيميل اللي فيه أراسل الشركة حتى قبل فترة كان بدون ما أعرف الإيميل أجيب أي صورة من صور الشخص اللي موجود في الحساب أراسلهم فيها يعطوني الحساب حلو هم يطلبون صورة مثلا يصور الشخص كاتب رقم معين ويصور معه فهو ياخذ الصورة يركب عليها صورة الرقم هذا وياخذ الحساب كثير من حسابات المشاهير طارت بنفس الطريقة لذلك يحف في انستغرام خصوصا في يعني بعض الاشكاليات في نفس الشركة وبنفس الوقت الشخص يحاول انه ما ينزل صورة يعني قريبة له يعني هذه ينصح فيها يعني اللي مهتم بزيادة مثلا انه خصوصيته وكذا انه ما ينزل صورة مثلا ممكن تكون توضح معالمه بشكل رسمي يعني كأنه بطاقة او شيء صور عادية عادي يعني ممكن الشخص يصور بشكل طبيعي حلو طيب. جميل عندك اسئلة طيب اي احد عنده سؤال عن تويتر او اي شيء سناب شات انستغرام فيشارك في هاشتاج صيف اخويا صيف اندرسكور اخويا فأي واحد عنده أي سؤال يسأل في الهاشتاج ننتظر أسئلتكم جمهورنا على الهاشتاج صيف اندرسكور أخويا عن التقنية عن البرامج التواصل الاجتماعي ممكن أسئلة احترتوا فيها يعني كيف تحمي برنامجك من التنصت على الآخرين أبغى أتكلم عن حاجة بعيد عن السوشيال ميديا وذي في الأجهزة مثل جهازي أنا ألاحظ أني يعني ما في برامج لكن في صور في محادثات واتساب تكون غالبيتها كثيرة لكن يوم بتحمل حاجة وبتنزل برنامج يقول لك الساعة فل أو ما في ساعة بالعربي يعني
ما في برامج بس الجهاز فل. بس اي ما في برامج بس الجهاز فل. بس عندك واتساب اكيد. اي هو واتساب اكيد الاصل. اي ادخل انت على الاعدادات عام الاستخدام او الاستعمال بتلقى استخدام اي برنامج، يعني بيقول لك الواتساب مثلا ماخذ 16 جيج مثلا او انت مثلا اقدر اقفله يعني و... لا لانك تحذف المحادثات، ما تحذف نفس الجروب او تحذف ممكن تحذف المحادثات او الرسائل هتخفف. بالضبط هي الرسائل برضه الصور اللي موجوده او الفيديوهات لان هذه تكون مخزنه داخل برنامجي، فانت اي شيء محمله لازم تحذفه. صارت لي المشكله ذي اضطريت اني احذف الواتس نهائيا لانه صارت مشكله، ما اقدر لا اقدر اخذ باك اب ولا اقدر اسوي شيء بالجهاز فل، فحذفت الواتس وافتكيت يعني نزلته من جديد من الزيرو يعني. حلو. طيب ودي اسالك عن بالضبط، هل انت قد سويت برامج؟ قد سويت يعني سويت برامج. صممت برامج ممكن تذكر لنا البرامج هذه؟ والله كان فيه برنامج عندنا احنا المدونه حقتنا حق تويتسو، في عندنا برضه موقع ثاني موقع صدقه يعني مسوي له برامج لنفس الموقع يعني. حلو. يعني برامج قد سويته برامج كثيره؟ اشتغلنا على برامج بس ما اقول لك انه والله في برامج تكلمني سوشيال ميديا او شيء. لا ما سوينا بس للمواقع الخاصه فينا. طيب نحب ننوه عن الهاشتاج صيف اندرسكور اخويا بالهمزه اخويا الالف الاولى بالهمزه حلو. طيب انا حملت برنامج اليوم حلو يجيب لك موقع صوره او يعني مكان الصوره ف يعني شلون نتفادى هالبرنامج او شيء زي كذا؟ هي شلون يعني ممكن انت توقف الجي بي اس او خدمه المواقع عن انت لما تدخل على الاعدادات خدمات الموقع تقدر توقف الصور انها ما توصل الى اللي هو خدمات الموقع. طيب لو صورت مثلا لو وقفت اول شيء رحت وقفت الجي بي اس زين صورت صوره أوكي. مثلا في لوكيشن اخويا ثم شغلت الجي بي اس مره ثانيه الصوره هذه تكون عليها موقع يرجع الموقع ولا لا؟ ما يكون عليه بحكم انك انت مطفي خدمة الموقع عن الكاميرا. إيه ما راح يوصل. طبعا في شغله اللي هي ممكن بعض الناس برضه يغفل عنها مثلا في السناب، انتم عارفين مثلا تعديل على الصور في برامج تشيل الرسومات اللي على الصور، فيعني في ناس يتوقع انه خلاص انا صورت صوره انا قد صورت زي كذا إيه؟ وشخبطت على الكلام وكذا ولو ارسلتها جاني تاج بالانستغرام طالع اللي انا مشخبط عليه، فهذه صدق اكثر اتوقع البنات يسوون الحركه ذي فيتورطون اذا شافوها بدون الشخبطات هذه. برضو يعني بذكر لكم قصه واقعيه، يعني كلمتني بنت من كم يوم تفاجئوا انه واحده منزله صورها، طبعا هي ايش كان نظامها؟ هي ممكن شخص مو بنت معهم في البيبي وتطلب الصور، يعني خلينا نشوف بعض بعد فتره طبعا، يعني قالوا احنا ما ادري كم مع بعض. كانوا يرسلون صوره اللي هي بالمؤقت هذا التايمر، تعرفون اللي الزمنيه الصوره الزمنيه تختفي يعني. بعد اي عرفت صوره اللي بالتليجرام اي بالتليجرام بالبيبي بالكيك تقدر ترسل صوره هي تدمر نفسها بعد مثلا خمس ثواني او، فهذه كانت تطلب منهم الصور، هم كانوا يصورون على اساس ثقه بعد خمس ثواني تختفي الصوره. هي كانت طبعا تصور من جهاز ثاني صوره ونزلت صور هذه وخوياتها اللي معها وبدات تساومهم على الفلوس، يعني الصوره بانستغرام يلا ادفعوا او راح تنزل اي راح تنزل، يعني هي عارفه حساباتهم بتابع يعني خلاص راح تتابع الاشخاص اللي هم متابعينهم اكيد فيهم معارف فيهم اهل صارت تشتري منها صورها اي فتشتري. طيب في اسئله والله كثيره على الهاشتاج اللي هو تقول من فاز الشمري تقول اذا ناسيه باسورد التويتر هل اقدر اغيره؟ ليش؟ اذا ناسيه باسورد التويتر هل تقدر تغيره؟ اي في رابط ممكن انا ما ادري شو الاسم اللي صيف يصير الهاشتاج وفي كثير الهاشتاج صيف اخويا لا اقصد كثير الاسئله ما ادري من فانا برسل لها الرابط طبعا لازم يكون الايميل موجود لا انا بقرا لك من الاسئله وانا انك تنزل طيب. نفس الصفحه حقتك طيب اوكي خلاص انا برد عليها لانه مشهور عرفت اي اوكي مشهور اوكي طيب يعني في تقدر تغير اذا الايميل موجود وتقدر تدخل عليه اها انا عندي مشكله الحين انا اول ما سويت التويتر
حطيت ايميل خرفت ايميل عندي. اوكي. ومسوي قبله حساب عندي حساب قبل في تويتر وحط الايميل الاصلي اللي لي. حاط الايميل وكل شيء. والتويتر اللي عليها الحين ايميل مو ايميل وهمي. فاذا حطيت ايميلي ذاك يتعذر. فشلون انت مسجل الحساب ذاك؟ صح. تبي تحذف الحساب؟ ابي احذف ذاك الحساب واخلي ايميلي على هنا. اوكي. هو طبعا لما تحذف الحساب يجلس 30 يوم وينحذف نهائي. فالافضل اما انك تغير الايميل اللي موجود في الحساب الاول وحط ايميل جديد. حط هو لا لازم توثق الايميل. ايميل يعني جديد تحط ايميل والافضل انك تسوي ايميل جديد. يعني اذا مره لكن انت تقدر مثلا في الايميل في الحساب اللي قبل تحط ايميل حقيقي يعني. وتاكد الايميل بعد ما تغير الايميل بيجيك رساله تاكيد اللي فيها الرابط وبعدين تحطه بالحساب الجديد. وانا بعد عندي مشكله نفس المشكله هذه عندي في حساب اتوقع بتويتر فوق ال 30 كي. اتوقع اني نسيت الباسورد او غيرته ثم الان قاعد احاول ارجع ما اقدر. عندي الايميل نفسه. اوكي. موجود نفس الايميل ارسل نفس الحساب ابي يرسل لي على الايميل يرسل لي الحساب يعني نفس تويتر يرسل لي على الايميل رساله بحساب ثاني. قلت تم ارجع لحسابي يا شخص ثاني وانا اصلا هذا ما هو بحسابي. اوكي. فمبتلش فيها المشكله هل لها حل ممكن؟ من تطبيق تويتر نفسه تقدر تدخل وتغير الايميل. يعني انت عندك الباسورد حق الايميل؟ إيه؟ حق الحساب عفوا. لا لو اني اقدر كان قدرت لكن ما اوكي عندي. في طريقه اذا انت طالما انك تقدر تغرد. لا ما اقدر اغرد حتى. ما اقدر يعني طلعت اصلا هو اذا جاء يدخل اذا ناسي الباسورد واذا حطها نسيت كمان السنه ذي يطلع له ايميل ثاني. يطلع نفس الايميل حقي. اوكي. لا ارسل لي الايميل يرسل لي بحساب ثاني يقول لي هذا شكرا يا مدري ايش شخص ثاني مو انا وهذاك متابع صوت. اوكي. انا اكلت اي لا معناته في احد غير ايميلك اللي بالحساب انت تشوف جزء منه صح؟ إيه؟ او انك انت ناسي إيه او انت ناسي الايميل الفعل اللي موجود في الحساب لانك لما تسوي ريسيت تحط الايميل حقك اللي هو الحقيقي يطلع لك حساب ثاني معناته الحساب متغير الايميل اللي موجود فيه. ففي طريقة يعني بالنسبة لحالتك انت لو في برنامج انت رابطه بالتويتر مثل انستغرام فيسبوك بحيث انك تقدر تغرق لما تنزل منشور في البرامج دي يطلع بحسابك. حلو. فاذا كذا راسلني ولها طريقة يعني. حلو ان شاء الله يطلع لها. طيب في عندي سؤال بس قبل اسئلتك معليش يا سعد. في واحدة تقول البوكيمون خلاص ما فيها اخطاء ولا فيه؟ هي فعليا ما هي بتجسس. هي الحين لو اخذت كاميرا ورحت مثلا عند وزاره الدفاع والداخليه وجالس اصور كاميرا عاديه هذا تجسس ولا لا؟ اكيد لو شافوك الشرطه على طول. ليش؟ انت قاعد تصور اماكن فعلا هي ممنوع اصلا تصورها. فنفس البوكيمون لما اجي اصور لو صورت في بيتنا مثلا هل في خطوره انه مثلا ان شاء الله ما ادري مين شاف الصور هذه مثلا نتكلم جهه اي جهه يعني برا انا قاعد اصور في البيت مثلا او لكن الخطوره في الشيء اللي نصوره احنا. صح. المشكله انك شفت على صور اصلا في البيت بالضبط. اي بالضبط. هي ممكن شوف ممكن تستخدم كان في المطبخ يحطون مثلا بوكيمون في اماكن معينه مثلا ولو راح شخص إيه مثلا في خفية. إيه في جيزان مثلا مسكوا اثنين او ثلاث اشخاص راح يصورون في المطار دخلوا يعني الحرم حق المطار مو المطار اللي هو المبنى لا اللي هو اماكن الطائرات وذي إيه. فما ادري شلون داخلين على اساس يدورون بوكيمون. والله في سمعنا سوالف كثيره عن البوكيمون نفس اللي راح واحد ولقى واحد ميت. اي صحيح. ويعني سوالف كثيره في البوكيمون. وش رايك انت هل سلبياتها اكثر ولا ايجابياتها او ما تقدر تحكم؟ والله شوف انا بالنسبه لي انا تقييمي للعبه ما اشوف انها الشيء الوحيد فيها انها فكره جديده انه والله انت تروح تتحرك لكن انت تجيب وش المتعه انه انا اروح اطلع لو مثلا انا حطيت شغلات وقلت تروحوا اجمعوها يعني بالاخير وش المتعه فيه؟ بس انه شيء جديد فتره وراح يعني ما في بعد هي الاشياء اللي يعني جي بي اس اللي ينشرونها الحين ينشر لك موقع يقول هذا موقع بوكيمون في المكان الفلاني. اي صحيح. هذه منتشره وايد ما ادري صارت بعد مشهير في اليوتيوب واتوقع انه جاه ضرب من وراها انضرب فيه ورايح الموقع صح هذه سمعت انا مقلب وانضرب. صح هذه ممكن من السلبيات حقتها بس هل الشخص يشوف والله ذاك المتعه في اللعبه هنا؟ لا بس يعني انا يوم شفت المقطع لاحظت ان المكان من نفسه موحش او يخوف يعني انت مكان مهجور ومكان قديم راح تجي هو عارف انت لانه نزل خصوصا للاندرويد نسخ معدله فيها يعني
يعني في اشخاص اصلا مو بنفس اللعبه هم معدلين عليها بحيث انهم يرسلون مثلا مواقع لاشخاص وكذا بحيث انهم يستدرجونهم يعني ياخذ فلوس يطق زي ذا يبي هدف معين ممكن تصير يعني. طيب عندي سؤال في الاي كلاود شاطح مره الاي كلاود عندي اذا حطيت الايميل ابي اغير رقم السري حق الاي كلاود اذا جيت اغير الرقم السري يطلب مني السؤال السري اللي قبل من زمان مسويها مرار 4 سنوات وناسي السؤال السري واذا يعطيني خيار هل نسيت السؤال السري او شيء زي كذا واحطه طبعا كلام انجليزي ما ادري وش سويبه هذه انت لو شاري جوالك مثلا من اس تي سي او اي شركات الاتصالات اللي موجوده هنا تقدر تروح لهم يعني يساعدونك في استعاده الحساب او تكلم الدعم الفني حق ابل موجود عندهم رقم في السعوديه 800 يعني ممكن لو منشنتني يعطيك رقمهم تكلمهم ويساعدونك اذا كان عندك اثبات انك انت شاري الجهاز سواء كرتون او فاتوره. طيب تقول بدريه المكحم ايش الاساسيات عشان السناب شات يقبل الفلاتر اللي نرسلها لهم؟ هو بس يعني ما عندهم هم شروط معينه بس يكون التصميم جميل ملتزمين بالقياسات اللي هم محددينها. حلو. ما في شيء يعني مخصص ما يكون نفس الفلتر مغطي الشاشه يعني يكون هذه هي الشروط ببساطه يعني. طيب وتقول شهد لو سمحت هل لو انا قفلت خاصيه الذكريات بالسناب هل تنحفظ بالذكريات مع العلم اني مقفله خاصيه الذكريات واحفظ الصور بالاستديو؟ لا لا ما تنحفظ. ما تنحفظ. طيب فيها عندي سؤال انا بالنسبه للانستغرام الان في ناس يحطون موقع مثلا ينزلون صوره ما يحطون موقع او موجود كذا يكتبون كلام مثلا لا تنسون تعطوني لايك وفولو كذا وينزله اوكي ما في موقع عرفت كيف وينزله وكذا هل يجيب مثلا الموقع اللي هو فيه مثلا شخص ثاني شاف الصوره يضغط على الكلام هل يطلع موقع لا اي عارفه لا الشركة تقدر طبعا الشركة لانه المواقع اذا انت مفعل موقع تتخزن بالشركة بس الاشخاص لا بس الاشخاص ما يقدر. ما تجي ما يقدرون. طيب عندي سؤال قبل سؤالين سؤالين وسؤال طيب تقول سلوى كيف اعرف ان ايميلي يتعرض لمحاولة اختراق؟ غالبا هو يرسل رسالة اذا كان في محاولات اختراق احيانا مثلا يقفل الايميل يقول لازم تستخدم مثلا وسيلة استرجاع مثلا الرقم او الايميل البديل بحيث انه يرسل على الايميل اما رابط استعاده كلمه المرور او شغله فهذه يا سلام. طيب اسئله عندك سؤال؟ انا عندي سؤال الاي كلود حق الجوال حقي تقفل كيف افتحه؟ تقفل مره يعني تقفل يعني مساحه يعني فل ولا وش بالضبط؟ لا الاي كلود حق الجوال انا سويت اي كلود كل شيء اوكي جات تقفل بحاله اي يفتح وديتها محلات يقول ما نعرف زي قصدك الجهاز نفسه تقفل قصد مضيع الرمز او اي عارف مره وقفل اي هذه برضه لازم تكلم ابل الدعم الفني انت الجهاز عندك الحين تشغله ولا مقفل بالعجل؟ لا مقفل كله مقفل كذا شوف في طريقه بس يمكن تكون مكلفه نوعا ما يعني يمكن سعره من 500 الى 800 ريال يسوون لك يشيلون الاي كلاود او انك تراجع نفس مشكله الاخ تراجع الضمان اذا كان اس تي سي او اي شركه من شركات الاتصالات اذا انت شاري منهم او ضمانهم مثلا او تراجع ابل اللي هو في لهم وكيل صيانه هنا. حلو. بس في استفسار بسيط بما انك يعني خبير في التقنيه في اشخاص معروفين معروفين انهم يعني هاكر ويعني معروفين. بعض الاشخاص يقولون حنا نامن وكلمني كذا شخص وعرفته يعني يقول حنا نامن حسابات بمقابل مبلغ يعني فلوسه ممكن 1000-1500 فودي أعرف النقطة أنا سألت هذا السؤال لكنه ما حاول يوضح لي ودي أعرف كيف يأمن أصلا الحساب حساب الانستغرام حساب تويتر ودي أعرف كيف هذه أغلب الحسابات اللي حقت المشاهير بالذات اللي اخترقت بسبب الشيء هذا يعني في أشخاص طالعين قدام الناس أنهم إحنا هاكر وإحنا حماية وكذا هو أنت مجرد زي ما قلت خصوصا الانستغرام إذا عرف الإيميل حقك وضعك منتهي يعني هو بياخذ أي صورة من حسابك يراسل الشركة بيعطونا الحساب بكل بساطة إيش يسوي هو إذا قال لك بأمن حسابك مجرد ياخذه ممكن يغير الباسورد بيربطه بحسابه مثلا فيسبوك بحيث أنك أنت لو يعني تمشكلت معه أو شيء يسترجع بالفيسبوك أنت ما تداري أنه مرتبط
يغير الإيميل وصارت كثير. حلو. المشكلة أنه بعد يطلب يعني مبلغ منك، مبلغ والله فوق مقدر. وتبي الصدق، أنا كنت مصدق هذه يعني كلامه بما أن الشخص معروف وكذا. أنا ما أخص واحد، لكن يعني بما أن الأشخاص هذول معروفين فأنت تصدقهم يعني على أعمالهم وكذا. هذه المشكلة، أنه الناس أي واحد يشوفونه اشتهر خلاص ثقة. لا مو بهذا الشيء يعني، خصوصا الحسابات أبدا، خصوصا الإيميل لا تحاول أن أي أحد يعرف، سواء في تويتر إنستغرام إيميلك لا أحد يعرف. يعني أنا لو أعرف إيميلك أقدر أرسل منه بدون أنت ما تدري. طيب. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما قصرت. وطبعا هذه فقرة فولو راح تكون كل أربعاء إن شاء الله، وتمتعنا ونستفيد منك. يعطيك العافية. في نهاية اللقاء بس عشان بس اللي يعرف الحساب حق الشركة علشان أي يتواصل معك يبحثون تويتسو. إحنا فريق تطوعي، فريق تويتسو التقني. لو أكتب بالعربي يطلع. إيه تويتسو بالعربي تويت عشان ما حد ينسى تويت سو. طيب. مشتركة كذا. طيب. خلونا نطلع فاصل فقرة ولعبة السلم والثعبان. عن المحبة والصفاء نمشي على درب اللخاء ونعيش دايم في ارتقاء. يا سلام يا سلام، مستعدين يا شباب؟ هي وينها؟ اوه هنا. يا سلام، مستعدين يا شباب؟ مرة كذا كويس؟ طيب سلوم، ما اسمع صوتك، ما اسمعك. ايه يلا نبدا. شكلك تدري اليوم. طبعا انه وصلنا اول انه الاحمر صح؟ ايه. انه 12 وانتم 9. كم من اللي 9؟ يعني احنا متقدمين عليكم. انا 9؟ حلو. يمكن عشاني ما جيت امس. اي عشان كذا متقدمين. ولا انتم كثير علينا صغار مدري ايش. هذا انا ماني موجود. حبيبي. صغار مين يا ابوي؟ الحين ما فيهم الا الكبير ذا. طيب. اطول منهم كذا. يلا نبدا جاهزين يا شباب؟ يلا نبدا. بسم الله. طيب اول سؤال بيكون ابو نجالس زين. طيب ناخذ انت ونرجع لك. يق يزيد اجلس اجلس. حنا اخويا واحلى لقاء.